الدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور مختار، أهلا بك. أهلا وسهلا بك وأهلا بمشاهديك، تحياتي. دكتور، ألو، أهلا وسهلا. أولا، كيف ترى أهمية هذه الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا، وهي الزيارة الأولى له منذ توليه الرئاسة؟ يعني خلينا أقول لك، بداية زيارة مرتقبة تم التحضير لها بشكل جيد على مدار شهور وربما على مدار سنوات، بحكم التوتر اللي كان موجود في طبيعة العلاقات، ثم تسوية هذا التوتر بلقاءات على مستوى الخبراء، ثم على مستوى مساعدي وزير الخارجية، ثم على مستوى وزراء الخارجية، ثم لقاء سيادة الرئيس عفويا في أثناء بطولة كأس العالم التي انطلقت في قطر، ثم زيارة وزير الخارجية المصري لتركيا ووزير الخارجية التركي لمصر، ثم زيارة أردوغان للقاهرة، ثم هذه الزيارة اللي بيقوم بها سيادة الرئيس بعد أن تم تقريبا تسوية معظم الأطر ما بين الدولتين، خصوصا تسوية الأمور الخارجية المعنية بها تركيا والمعنية بها مصر، باعتبارهم ركيزتين أساسيتين في هذه المنطقة المضطربة والملتهبة. ملفات كثيرة جدا مشتركة ما بين الجانبين، ورغبة في تنمية العلاقات الثنائية ما بين الجانبين، إذا كانت علاقات تجارية باتفاقيات تم التوافق على توقيع مذكرات التفاهم الخاص بها، ووصلت طموح رجوع هاتين الدولتين إلى سابق عهدهما بشكل من أشكال التعاون العسكري، ورغبة مصرية في شراء شكل من أشكال الطائرات المسيرة اللي بصناعة تركيا، رغبة في رفع وتيرة التبادل التجاري ما بين الجانبين إلى حدود 15 مليار دولار، وهو في حد في حدود 10 مليار دولار الآن، وتعاون استراتيجي أو مجلس استراتيجي ما بين الدولتين على مستوى الزعامتين في مصر وتركيا. أتصور زيارة مرتقبة هامة للغاية، عليها تعويل في الكثير جدا من تحريك كثير جدا من ملفات المنطقة، وعلى رأس هذه الزيارة وآلياتها هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وآليات مواجهته منعا من انفجار أوضاع هذه المنطقة المضطربة والملتهبة. أجملت دكتور مختار سريعا طبيعة العلاقة بين البلدين في الفترة الأخيرة، ولكن لو أردنا أن ندخل إلى التفاصيل، حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا في 2023 شهد نموا بلغ 9 مليارات و200 مليون دولار أمريكي، وتعد تركيا هي المستورد الأول أو المستقبل الأول للصادرات المصرية في المركز الأول، تليها الولايات المتحدة ثم السعودية. ما سبب هذه الطفرة في زيادة الصادرات المصرية إلى تركيا؟ وأيضا تعد تركيا هي المستورد الأول من مصر. يعني خلينا أقول لك، تقريبا وأنت سعادتك ذكرت أرقام وأنا كنت لا أحب أن أخوض فيها باعتبار أن هذه الأرقام قد تتباين أرقامها، يعني المعلومات المتوفرة أن تركيا تستورد من مصر في حدود 3 مليار و100 مليون دولار، ومصر تستورد من تركيا في حدود 3 مليار دولار، وهناك مشاريع اقتصادية وشركات وهيئات ومؤسسات تركية عاملة في مصر، وحتى في ظل توتر العلاقات ما بين الجانبين كانت العلاقات الاقتصادية ما بين الجانبين مستمرة ولم تنتهي، وواضح بأن هناك رغبة من كلا الدولتين في تنمية هذه العلاقات الاقتصادية والتجارية، إدراكا بأن الخلاف الذي وجد ما بين الدولتين كان من السهل تجاوزه وتم تجاوزه بدرجة كبيرة جدا، خصوصا إدراك كلا الدولتين بأن الملفات المشتركة ما بينهما ملفات كثيرة جدا وملفات معقدة للغاية، ومن الأهمية أن يكون هناك توافق ما بين الدولتين حوالين هذه الملفات منعا من صدام أو خلاف أو تباين مواقف موجودة ما بين الدولتين.
فمن هنا شفنا وتيرة العلاقات التجارية والاقتصادية ارتفعت بلغة الأرقام. وفي هذه الزيارة هناك مذكرات واتفاقيات سوف توقع، وهناك رغبة مشتركة بأن ترتفع وتيرة هذه التجارة والعلاقات التجارية ما بين الدولتين إلى أرقام أعلى مما هو موجود، وهناك طموح أن يصل إلى 15 مليار دولار. ناهيك عن دخول كلا الدولتين في علاقات عسكرية أو تطور عسكري أو تدريب عسكري أو صناعة عسكرية أو رغبة من مصر أو تركيا في هذه العلاقة. وإذا وصلت شكل العلاقة ما بين الدولتين إلى شكل من أشكال العلاقة العسكرية، نعرف أن هناك رغبة كبيرة في نمو هذه العلاقات. مش عايز أخدك للملفات المشتركة لأنها كثيرة ومتعددة، ليبيا ملف مشترك، حقول شرق المتوسط ملف مشترك، سوريا وآليات التعامل معها ملف مشترك، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وآليات إيقافه ومواجهته ملف مشترك، العلاقات العربية مع الطرف التركي أو مع الطرف الإيراني ملف مشترك وهام جدا، آليات تعامل القوى الإسلامية مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الروس ومع الدول المتدخلة في الشأن العربي. من الممكن أن يأخذ هذا الحديث حديث كبير ومستفيد بين القيادتين. أنا متصور أن هذه الزيارة سوف تؤتى بثمار كبيرة جدا، ربما على كثير جدا من الملفات، وربما تزحزح هذه الملفات إلى إطار حل ليها أو انفكاكها. طيب، لو أردنا أن نبدأ في التنسيق المصري التركي فيما يخص العدوان الإسرائيلي المستمر منذ ما يقرب من العام، تقريبا سنقترب من العام، وما زال العدوان الإسرائيلي مستمر، وكان لمصر وتركيا موقف واضح من هذه الاعتداءات وهذا العدوان المستمر وقتل الفلسطينيين في غزة والآن في الضفة الغربية أيضا، ما الذي يمكن أن تقدمه كل من مصر وتركيا للشعب الفلسطيني في هذا الإطار على ضوء التنسيق بين بلدين كبيرين في المنطقة وفي العالم الإسلامي؟ يعني خلينا أقول لك يمكن للدولتين أن يقدم الكثير. أنا بتحدث عن دولتين هم ركيزة العمل الإسلامي أو العمل الإسلامي العربي بالمجمل. لو نظرت إلى مصر، كلت عدد سكان العالم العربي، الدولة المركزية المحورية على عاتقها وعلى أكتافها مسألة القضية الفلسطينية، آليات التفاوض، آليات الاتصال مع الأطراف الإقليمية والأطراف الدولية، محاولة الوصول إلى حل أو إلى تهدئة أو إلى إيقاف كامل لإطلاق النار، مركزية مصر في هذه القضية معلومة. أيضا الجانب التركي والجانب الإيراني أهم دولتين مركزيتين في آليات التعامل والتعاطي مع هذه القضية، وأتصور أن كلا القيادتين يجمعهما إطار مشترك حوالين أنهم ضد هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأنهم معنيين بإيقاف هذا العدوان بشكل أو بآخر والوصول إلى تهدئة في هذه المنطقة منعا من انفجارها. وكلا الدولتين لهم حلقات اتصال بأطراف إقليمية وأطراف دولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة التأثير الأكبر مع الكيان الإسرائيلي والوقفة بلا حدود خلفه في هذا العنت والعناد الإسرائيلي. ومن الممكن للجانب التركي أن يلعب دور محوري وجذري في هذا الإطار وفي هذا النطاق. فالموقف كلا الدولتين يساهم بشدة في آليات الوصول إلى إيقاف كامل لإطلاق النار سريعا منعا من انفجار أوضاع هذه المنطقة، وكلا الدولتين سوف يكون بشكل أو بآخر تحت طي هذه الصراع إن احتدم ما بين حزب الله مثلا وما بين إسرائيل، ما بين إيران وما بين إسرائيل، ما بين حركة الحوثيين وحركة تأثيره على الملاحة والتجارة الدولية. حتى التأثير اللي بتحدث إسرائيل الآن في الضفة الغربية وتأثير وتداعياته السلبية على طبيعة الاتفاقيات المبرمة بين السلطة الفلسطينية وما بين الكيان الإسرائيلي، لا، هذا الملف ملف هام جدا وللغاية. وأتصور أن كلا الدولتين من الممكن أن يلعبوا دور كبير جدا وجوهري، وهم بيلعبوه بشكل أو بآخر، لكن التوافق بينهما يلعب دور مركزي وأساسي فيه. على ضوء التوافق الذي تتحدث عنه الدكتور مختار، ما الأوراق التي تمتلكها مصر وتركيا في الوقت الراهن لنزع فتيل هذه الأزمة المستمرة منذ نحو العام؟
أوراق كثيرة ومتعددة وللغاية. يعني احنا عارفين طبيعة علاقات تركيا بالولايات المتحدة الأمريكية، تركيا تاني أهم قوة أو أهم جيش بعد الولايات المتحدة الأمريكية في حلف الناتو. قاعدة أنجريرك التركية هي القاعدة الأهم للولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة، وتخرج منها البي 52 وطائرات الاستطلاع الأمريكية. تركيا دولة إسلامية كبيرة معنية بالشأن الفلسطيني ومعنية بالقدس والمسجد الأقصى، وكثيرا ما تحدثت فيه وكثيرا ما توترت علاقتها بالجانب الإسرائيلي في هذا السياق وفي هذا النطاق، وسفينة مرمرة التركية حادث وشاهد عيان على هذا الأمر. فمن الممكن أن تضغط تركيا في هذا الشأن ضغط جذري وجوهري على الولايات المتحدة الأمريكية أن تساعد جديا في إيقاف هذا، إيقاف إطلاق النار، خوفا من انفجار أوضاع هذه المنطقة وتأثير ده على طبيعة العلاقات ما بين الجانبين. على سبيل المثال أيضا الجانب المصري دوره أساسي، وإحنا شايفينه أن هو على خط هذا الصراع منذ بدايته حتى هذا التاريخ، يحاول يلعب دور كبير جدا في إدخال المساعدات الإنسانية على حلقة وصل واتصال مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الطرف القطري. استضاف على أرضه كثير جدا من اللقاءات ويعني ودعا الكثير جدا من القيادات والمسؤولين الإسرائيليين المعنيين بأطر هذه التفاوض، رئيس الموساد أو رئيس الشباك وغيره. ومصر يعني دورها جوهري وجذري وما زال حاضرا حتى هذا التاريخ، ودورها أساسي في تحريك آليات الرأي العام العربي والإسلامي مع الجانب التركي. فبالعكس الجانبين دورهم محوري وأساسي يرتبوا آليات هذا التعامل مع هذه القضية وفق المقدرات ووفق طبيعة العلاقات ووفق الأطر القواعد القانونية والشرعية الدولية ووفق طبيعة العلاقات الخاصة لكلا الدولتين بالولايات المتحدة الأمريكية ودول أساسية ورئيسية بالعالم الغربي. نعم، شكرا لك دكتور مختار غباشي الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية والاستراتيجية، كنت معنا عبر الهاتف.